احتفالات على مدار اليوم شهدتها اسكندرية عروس البحر المتوسط، وده طبعا بمناسبة عيد الربيع. وشملت الاحتفالات افتتاح معرض الفنون التشكيلية اللي بيضم 23 فنان تشكيلي. كمان تم تدشين شعلة ماراثون الدراجات والألعاب الرياضية وموكب الزهور بالاسكندرية، ده غير طبعا التوافد على الشواطئ. بكل تأكيد عايزين نعرف تفاصيل كل هذه الفعاليات والأنشطة. معانا على التليفون اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالاسكندرية. صباح الخير عليك يا فندم. اهلا، صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذه منى، صباح الخير، يوم جميل يا رب. يا رب علينا كلنا. لو حضرتك تكلمنا في البدايه عن ابرز الفعاليات اللي كانت موجوده في محافظه اسكندريه ضمن احتفالات شم النسيم. إيه والله، هي كانت برضو يوم عرس امبارح للاسكندريه، ويعني يوم مشاركه في سعاده مصر كلها. هي كانت مبادره تحت عنوان فنون وربيع وسلام. ابتدينا بان الاستاذ اللواء المحافظ اسكندريه اذن بانطلاق شعله الماراثون اللي كان بقى لها فتره كبيره ما انطلقتش. كان على دراجه قادها الكابتن مجدي الحديدي، بطل مصر في الملاكمه في الفينات. برضه الفنان الكبير محمد العليلي اطلق كم اغنيه كانت يعني لها اثر طيب وجميل واضاف البهجه للمتواجدين. احيانا بعض الالعاب الشاطئيه اللي كانت يعني بقى لها فتره ما شفناهاش، اللي هي زي الراكت، الكره الزمنيه، الباليه الشرقي، المهارات الفرديه والمهاريه لكره القدم النسائيه. كان أول مرة ينطلق ماراثون مكون من 30 راكب دراجات هوائية محترف تصوير، انطلقوا لشوارع اسكندرية ليوثقوا الأعمال الجديدة في محافظة اسكندرية. شارع النبي دانيال، ميدان محطة مصر، الأوبرا الجديدة. قدمنا بعض المأكولات التراثية اللي هي الترمس والعجائن بالبيض، كان برضو فيها بهجة وفرح للناس. طبعا الفنون التشكيليه ودورها في يعني في ابراز جمال اسكندريه كان يعني كان لها دور كبير. عملنا حاجه جديده برضو اللي هي سباق سيارات في الاسكندريه في الاستاد، قادت اصغر طالبه سياره سباق، وكانت حاصله على المركز الاول في سباقات الشرق الاوسط. معرض للزهور والزراعات النادرة يعني، وبرضه بجانب السياحة اللي هي الداخلية ودعوة جميع شعب مصر للحضور للاستاد وشوف الاستاد اسكندرية العظيم الذي أنشئ سنة 1929. بنقول برضو كان في استقبال لبعض المراكب التي تحمل السياح من خارج مصر، وازاي استقبلناهم بحفاوه يعني، واشادوا ده في خلال برامج كتيره في الخارج، واشادوا بعتوا لنا تاكيدا على اساس ان الاستاد والاسكندريه هتبقى محطه ليهم في القفزه في الحضور القادم. لا. لمصر. طيب، فعاليات ما شاء الله يعني متعددة ومتنوعة وكلها ضخمة، يعني 30 ألف مشارك في ماراثون السباق اللي تم انطلاقه، معرض للفنون التشكيلية بيضم 23 فنان تشكيلي، بالإضافة لحضرتك قلت سباق السيارات. كيف تم التنسيق بين كل هذه الفعاليات؟ ومش عارفة بقى، هل هنقدر نحصر عدد المشاركين في كل هذه الفعاليات كلهم مع بعض، ولا هيبقى صعب علينا العدد؟ والله هو حضرتك احنا بنجهز لهذا اليوم الجميل بقالنا فتره كبيره، من خلال لقاءات، من خلال التعاون مع الاجهزه التنفيذيه في المحافظه كلها، كل ادلى بدلوه، كله عايز يعني يبقى يوم سعيد على الجميع، كله عايز يظهر اسكندريه كلؤة في تاج مصر. كلنا عايزين نقول لمصر ان ده يوم سعيد ويوم سلام، وعايزين نقول والله يعني من خلال هذا المهرجان ان اسكندريه بتدعو العالم للسلام والعوده الى الهدوء الذي يعم على العالم كله، وان مصر ارض السلام. طبعا سياده اللواء، حضرتك قلت انه كان في سياح من خارج مصر جم اسكندريه للزياره والمشاركه، ازاي تم الترويج ليهم؟ ازاي تم اعلامهم بان عندنا حدث مهم زي ده وقدرنا ان احنا نروج لهذا الحدث؟
هو عفوا، يعني انا بقول يعني احنا بجانب اهتمامنا او اهتمام قيادات اسكندريه سير المحافظ بالسياحه الداخليه وترويج للسياحه الداخليه، في ايضا اهتمام بالسياحه الخارجيه. يعني احنا اتحطينا يعني من خلال الانشطه والاستقبالات وحفاوه الاستقبال بالاجانب في الرحلات اللي هي بتيجي بواخر الاسكندريه، هم يعني شافوا الاهتمام والحفاوة المعتادة للاسكندرانيين والمصريين، فقالوا انها يعني دي هتبقى في اول ما يجوا مصر هتبقى في خطتهم او برامجهم السياحية. طيب فكرة جذب عدد اكبر من الزوار والسياح للمدينة سواء داخليا او خارجيا، هل بتبقى في خطة كده موضوعة من قبلها ومعلنة على ويب سايتس مختلفة، على مواقع تواصل اجتماعي، على بتحاولوا تستقطبوا المؤثرين او صناع المحتوى الخاص بالسياحة بحيث انهم يروجوا اكتر للإسكندرية؟ أكيد طبعاً يا فندم، ويعني إحنا كلنا كده قبل أي فعالية بنجتمع كل الأجهزة المعنية وكل يعني كل من هو مهتم بهذه الفعالية، ونبدأ نحط الخطط بتاعتنا وبرامجنا ونبدأ يعني نجود فيها كل لقاء وآخر إلى أن نوصل إلى شبه الكمال. طيب بالنسبة لشم النسيم كان إيه أخباره في اسكندرية؟ يعني كنا نتمنى ان انتوا تكونوا معانا في اسكندريه، كان نفسنا والله احنا كمان كنا نتمنى. كان في اقبال من الناس؟ اكيد طبعا، يعني هو يوم عرس بالنسبه لاسكندريه ويوم سعاده بالنسبه لمصر كلها. اكيد. هل كان في فعاليات بقى خاصه بشم النسيم، يعني احتفاليه ضخمه زي اللي حضرتك اتكلمت فيها، كان في تخصيص جزء مخصص للاطفال بحيث انهم مثلا يعملوا رسومات في الشارع، يلونوا بيض شم النسيم مع بعض، او في اي احتفاليات خاصه بتجمعات الاطفال؟ طبعا، هو يعني برضه على جانب او يعني الاستاد والنشاط اللي تم فيه كان في انشطه اخرى متعدده انطلقت في اسكندريه، كان في عباره عن 20 عربيه مزينه بالزهور طافت في الاسكندريه وعلى شاطئ اسكندريه من اول الطريق الصحراوي الى ان المنتزه والعوده على الشاطئ. كان بالاضافه كمان في احتفالات على شواطئ اسكندريه وزدان شاطئ ستانلي الشاطئ العريق القديم بالحفلات والغناء والتقديم اللي هي المأكولات التراثيه والمعروضات التراثيه واحتفال بالاطفال وتزيين للبيض والعاده القديمه بتاعتنا بتاعت شم النسيم والمسابقات على الاعمال الرمليه. اكيد شيء يعني اكيد مليان بالمتعه للاطفال وللكبار كمان اللي شاركوا واستمتعوا بفعاليات مختلفه بترضي كل الاذواق سواء رياضيه سواء فنيه، كله كان صحيح موجود وكله كان متاح، وان شاء الله يكون كان يوم جميل جدا. كل الشكر ليك اللواء هشام لطفي رئيس الهيئه الاقليميه لتنشيط السياحه بالاسكندريه.